خلينا الحقيقه برضو زي ما متعودين هنا في المحترف ان احنا يعني بعد كل جوله كده او بعد كل مجموعه من المباريات بنقف على نقط بنرصدها مع حضراتكم والعالم كله بيرصدها، من حيث طبعا المفاجآت الكبيره اللي بتحصل، من حيث كمان النتائج اللي بتحصل. خلينا نتكلم على اول نقطه بالنسبه لنا النهارده هنتكلم عليها، هنتكلم على المنتخب الايطالي. المنتخب الايطالي يمكن حقيقه يعني بيقدم زي ما بقول لحضراتكم اداء اكتر من رائع، لكن كان في يمكن قلق شويه خاصه من مورينيو وفي ايطاليا، رغم الفوز الكبير ووصول ايطاليا الى طبعا الدور قبل النهائي. لكن سبينزا طبعا ده لعيب روما اللي كان طبعا اصيب في المباراه الاخيره بقطع في وتر اكيليس، وكل الناس اتكلمت وخاصه حضراتكم عارفين مورينيو هو طبعا المدير الفني الجديد لنادي روما الايطالي، كان طبعا في قلق شديد جدا جدا وخوف على هذا اللاعب، خاصه ان الاصابه يعني كانت اصابه كبيره جدا بقطع في وتر اكيليس، وطبعا هيغيب لفتره كبيره جدا جدا. النقطه الثانيه يعني هنتكلم طبعا ده اللاعب الايطالي الشهير، ويمكن زي ما اقول لحضراتكم لاعب يمكن زي ما حضراتكم شايفين اصابه كانت صعبه جدا جدا في وقت صعب، رغم طبعا تألقه مع المنتخب الايطالي بشكل كبير في الجهه اليسرى، وزي ما بقول لحضراتكم كان في قلق كبير جدا من كل مشجعي ايطاليا على هذا اللاعب، وكمان مورينيو المدير الفني القادم لنادي روما، وخروج هذا اللاعب باصابه كبيره جدا جدا يمكن هتحرمه من المشاركه في اليورو كمان فترات كبيره من الشهور القادمه.